في 13,000 وحدة سكنية نكون قد انطلقنا في كل برنامج عدل لمكتتبي ولاية الجزائر 2013، واللي بقات لنا كما تعرفون أكثر من 44,000 وحدة سكنية. الحمد لله اليوم هذه فرصة، ارتأينا أن نلتقي جميعا هنا لنعطي إشارة انطلاق بصفة يكون رمزية لكل هذا البرنامج، وننتهي من انطلاق وتوطين برنامج عدل 2013 لولاية الجزائر، والحمد لله. بوضع الحجر الأساس ل 13,300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، تتربع على مساحة قدرها 107 هكتار بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، من أصل 44,457 وحدة سكنية التي انطلقت بها الأشغال الإنجاز مؤخرا، وكذلك تلك التي أعطيت إشارة فيها في 5 جويلية المنصرم، والمقدر عددها ب 20,875 وحدة سكنية. نقوم بما هو يناسب الإجراءات النظامية بمحاولة بيع أو كراء كل هذه المحلات، ولكن التوجه الجديد أننا لا يمكن أن نبقى في بناء محلات في كل عمارة، بل اتجهنا نحو فكرة عمرانية جديدة. هذه الفكرة تقوم على بناء مراكز تجارية عوض محلات تحت العمارات. بهذه الطريقة هذا النموذج الجديد إن شاء الله سيكون نموذج يختلف عن النماذج الباقية، وسترون إن شاء الله هذه الأحياء بهذه النوعية من الاستثمارات التي سيقوم بها إما وكالة عدل إما هناك مستثمرين آخرين لإيصال كل الخدمات إلى هذه المواطن.